يا يعني مساء النور مساء الورد مساء الفل ياسمين مساء الرزق والتيسير على كل متتبعي قناتنا بيوتي ما كنت كنقول لكم مرحبا بكم بفيديو جديد فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحدة من الوصفات اللي كتعجبني بزاف اللي هي عباره عن شراب او لا بروتين طبيعي غادي نحضروه بنفسنا في البيت كيف قلت لكم من قبل انا بالنسبه للوصفات ديال زياده الوزن اغلبيتها يعني وقفتها ما بقيتش كنستعملها بزاف الا هذا النوع هذا من الوصفات اللي هو كيكون عباره عن مشروب او لا بروتين طبيعي الوصفه ديال البطاطا دائما كنقول لكم هذيك ما كتخطانيش هذا آه هاد المشروب هذا علاش لانه دائما بعد التمارين الرياضيه كنحاول ما امكن ان كيحافظ على الوزن ديالي وكيزيد كذلك في حجم العضلات اللي انا شخصيا باغا انضخمهم وكيف كنعرفو كاع البنات كيبغوا يضخمو العضلات اللي كتكون في المناطق الانثويه دونك المشروب ديال اليوم غادي يزيد لكم في الوزن بشكل رائع جدا نتيجته مضمونه على حساب هذا المشروب هذا غير جربوه وغادي تشوفوا نتيجة بنفسكم وايضا حتى بالنسبه للناس لكم اللي كيمارسوا الرياضه ولا كيديروا تمارين او حركات رياضيه وباغين يضخموا واحد المنطقه في الجسم ديالهم ايا كانت هذه هاد المنطقه هذه ياخذوا هذا المشروب هذا من بعد التمرين وغادي يلاحظوا الفرق في واحد الوقت اللي هو قصير دونك على طول عليكم مباشره باش تكتشفوا مكوناته وطريقه تحضيره وكذلك طريقه استعماله. ما تمشيو فيه خليكم معايا حتى لخر ديال الفيديو اذا حبيبتي ديالي غادي نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله كيف قلت لكم اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا مشروب طبيعي او لا بروتين طبيعي غادي نحضروه بنفسنا في البيت عامر بلا كالوري او لا بالسعرات الحراريه ودائما القاعده المعروفه كنقول لكم كل ما زدنا في عدد السعرات الحراريه كل ما آه طبيعه حالة شي الشيء كترتب واحد الزياده في الوزن اللي كتكون نتيجه مضمونه صحيه واهم شيء انه صحي وسليم دونك بالنسبه للمكونات كيف كتشوفوا معايا انا موجدها وحطها كلها في هذا البلاطو آه هذا شوفان مكون رئيسي واساسي من الافضل تستعملوا ثلاثة ديال المعالق كبار ويكون الشوفان محمر ولا بدا تكونوا محمرينو سوف المقيله ولا في الفران ما عمركم تستعملوا الشوفان خضر اولا البنه ديالو ما كتكونش زوينه ثانيا ما كيكونش كي مزيان للدات ديالنا اولا الصحه ديالنا خص ولا بدا نحمروا الشوفان غادي نحتاجوا ايضا الزبيب او العنب المجفف وهنا استعملت انايا العنب الاسود يمكن لكم تستعملوا الاصفر ما حتى شيء مشكل غير هذا كيكون كي شويه زايد في القيمه الغذائيه ديالو على الاخر بالنسبه للعنب المجفف او الزبيب انا استعملت هنايا جوج ديال المعالق كبار يكون عامرين مزيان نحتاجو ايضا واحد البنانه اولا الموز فقط حبه واحده مهمه جدا وجود هؤلاء الحضور ديالها في هذا المشروب هذا سواء استعملوا البنان اللي عنده لافوكا يستعملها غتكون لافوكا غتكون شي حاجه مزيانه بزاف بين اللي ما عندوش ممكن نستعمل كيف درت انايا في هذا المشروب هذا استعملت البنان هنا عندي واحد المعلقه حتى لجوج المعالق كبار ديال الكاوكاو اولا ديال الفول السوداني هذا بالنسبه للناس اللي ما كتوفرش عندهم زبده الفول السوداني انا سالات عليا ما بقاتش عندي هي راه ما كتخطانيش دائما كتكون عندي لانها رائعه جدا ومصدر من مصادر البروتين ولبل من اقوى مصادر البروتين هي زبده الفول السوداني سبق لي شاركت معكم طريقة تحضير ديالها في البيت كتقام لكم اقتصادية وكتجي ناجحة جدا بالنسبة للناس اللي بغين يحضروها بنفسهم راه غادي نخلي لكم رابط ديال الطريقة ديالتها في صندوق الوصف اللي بيتوها كتشو تصيبوها والناس اللي ما عندهمش بحال انا دابا محتاجه هذا المشروب هذا وسالات عليا غادي نعوضها بالكاوكاو هكا قلت لكم جوج المعالق كبار وبالنسبه للكاوكاو خصو ولا بدا يكون محمر ما تستعملوش خضر غادي نحتاج ايضا واحد الملعقه كبيره ديال بودره الكاكاو فيه واحد القيمه غذائيه رائعه جدا ومفيده جدا ومهم حتى هو التواجد ديالو في هذا المشروب اللي بيستعمل يستعمل الحلو ممكن يستعمله اللي ما بغاش ممكن يدير المر ما كاين حتى شي مشكل وهنا عندي جوج المعالق كبار ديال زيت الزيتون ما تستغربوش زيت الزيتون واحد من اقوى العناصر اللي كتحتوي على كميه كبيره جدا ديال السعرات الحراريه تقريبا نقدر المعلق المعالق فيه 240 سعره حراريه وهي نسبه اللي هي جد مهمه وحنا محتاجينها حنا كيف قلت لكم في هذا المشروب هذا كنلعبوا على اننا نجمع اكبر عدد ديال السعرات الحراريه باش بطبيعه الحال كيف قلت لكم هذا الشيء غادي ترتب عليه زياده في الوزن وبالنسبه للناس اللي غادي يخافوا من المذاق ديالهم ما تخافوش راه ما كيجيش باين نهائيا غير جربوه وانتم غادي تشوفوه من فوسكم واخر مكون غادي يكون معنا اللي غادي نجمعوا به المكونات هذه كلها أولاً نطحنوا به المكونات هذه كلها هو الحليب من الافضل تستعملوا حليب كامل الدسم آه دائما اللي عنده مشكل او حساسيه او لما تيبغيش الحليب ديال الابقار ممكن يستعمل حليب نباتي ولا سبق لي معكم بزاف الانواع ديال الحليب النباتي منها حليب الصويا حليب الشوفان آه حليب ديال الحمص لا بغيتوا هذه الانواع هذه الحليب حتى هي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف ممكن تطحنوا بها هذه المكونات ولا استعملتوا حليب الصويا بالخصوص بالنسبه للبنات اللي باغا تزيد في منطقه الصدر راه رائع جدا كيعطي نتيجه واعره بزاف كاين واحد البديل اخر الا ما بغيتوش الحليب كاع بشكل نهائي ممكن تعوضوه بكاس ديال الماء حتى, حتى هو حتى هو غادي يوفي بالغرض بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا لي الحلاوه احنا ما كنديروش سكر نهائيا باش ما امكن تكون الوصفات ديالنا صحيه قدر المستطاع احنا دايرين هنايا الزبيب والزبيب كيف كتعرفوا حلو فهو اللي غادي يعادل المذاق وهو اللي غادي يعطي ديك الحلاوه الطبيعيه لهذا المشروب هذا دونك ما تخافوش الا شفتوا كاين الكاكاو المر اولا زيت الزيتون اولا اولا الشوفان ولا أو ما كانش حاجه اللي هي حلوه فكاين الزبيب راه غادي يحلي لكم هذا المشروب هذا وغادي يجي مزيان ودابا من بعد ما تعرفنا على جميع المكونات غادي نمشي نطحنهم وغادي نرجع نتلاقى معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال المشروب اليوم وكذلك نشارك معكم طريقه الاستعمال ديالو اذا اول حاجه غادي نديرها هو انني غادي نطحن داك الكاوكاو والزبيب هما الاولين نتوما بامكانكم تطحنوا كلشي في دقه واحده انا حيت عندي الماكينه شويه بدات كتعيا ما غاديش تطحنهم ليا مزيان هذاك الشيء علاش غادي نصبق الزبيب آه والكاوكاو نطحنهم بعدا عاد باش نضيفهم لباقي المكونات من بعد ما طحنت داك الزبيب والكاوكاو غادي ناخذ الكاس ديال الطحان الكهربائي غادي نوضع فيه ديك البنانة اولا الموزه هي الاولى كيف قلت لكم غادي نستعملوا فقط حبه واحده غادي نضيف عليها ثلاثه المعالق كبار ديال الشوفان اللي كيف قلت لكم وكنأكد على هذه المساله هذه محمر من قبل غادي نضيف جوج المعالق كبار ديال زيت الزيتون معلقه كبيره ديال بودره الكاكاو وهنا غادي نضيف داك الخليط ديال الكاوكاو والزبيب اللي طحنت اللي كيجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا غادي نضيفه على باقي المكونات الاخرى وفي الاخير غادي نزيد داك الكاس ديال الحليب كيف قلت ممكن تعوضوه بحليب نباتي او لا بكاس ديال الماء دابا غادي نطحن هذه المكونات هذيك كلها مع بعضياتها ورجع نرجع باش نشارك معكم الشكل النهائي ديال البروتين ديال اليوم وكذلك طريقه الاستعمال ديالو وهذا هو الشكل النهائي ديال المشروب اليوم او البروتين اليوم بعد ما طحنت ديك المكونات كلها كيجي ما شاء الله عليه ثقيل وخاتر والبنه ما نعاودش لكم عليكم الا تجربوه غادي تشوفوا هذا الشيء هذا تكتشفوه بنفسكم رائع جدا ومفيد وغني بالقيمه الغذائيه ديالو غني بكميه ديال السعرات الحراريه اللي متواجده فيه بفضل المكونات اللي حنا دخلناهم في المشروب هذا دونك مشروب كامل متكامل مفيد جدا للجسم ممكن تستعملوا العائله كلها اه كبار وصغار رجال وعيالات الحوامل والمرضعات ايضا ما عندهم منا شي وما فيه حتى حاجه اللي غادي تضرهم كلها مواد طبيعيه كلها يعني من التغذيه ديالنا وبالنسبه للدور في زياده الوزن كبير وكبير جدا وفي تضخيم ايضا العضلات كيف قلت لكم وهذا الشيء هذا راجع لقيمة ديالو ولا او للنسبه ديال السعرات الحراريه اللي داخله فيه بالنسبة لطريقة استعمال جالو من الأحسن يعني الأحسن النتائج وأفضل النتائج من الأفضل لأنكم تاخدوه جوج المرات في النهار تاخدوه في الصباح من وراء وجبة الإفطار ديالكم وبالليل يكون آخر حاجة كتاخدوها قبل ما تدخلوا الفراش ديالكم أولا قبل ما تنعسوا مباشرة غادي يعطيكم نتائج زوينة وزوينة بزاف على مستوى زيادة الوزن وكذلك بالنسبة لتضخيم العضلات هاد تضخيم العضلات بالضبط راجعة أولا فيها واحد الشرط هو أنكم تكونوا كتمارسوا معاه تمارين رياضيه او حركات رياضيه اللي غادي تساهم في تضخيم هذه آه العضلات هذه بالموازات او برفقه هذا المشروب يعني اللي بغى زياده الوزن ممكن يستعمل هذا المشروب هذا بدون تمارين رياضيه ياخذه جوج مرات في النهار اللي بغى زياده الوزن وكذلك تضخيم العضلات الانثويه اللي كتواجد في المناطق الانثويه تزيد مع هذا المشروب هذا تمارين أو حركات رياضية وسبق لي عطيتكم حركات رياضية لا بالنسبة للصدر ولا بالنسبة أيضا للجزء السفلي تمارين النتائج ديالها مضمونة ومضمونة جدا نخلي لكم حتى هما روابط ديالهم في صندوق الوصف والحبيب تاني يكون وصل نهايه الفيديو كنتمنى الوصفه ديال اليوم اولا المشروب شاركت معكم اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا قبل ما تخرجوا ما تنساوش دعموني بلايكات ديالكم بارطاج الفيديو وكذلك ما تبخلوش عليا بالتعاليق زوينه ديالكم وحتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده كنقول لكم تهلاو فريوسكم كنبغيكم بزاف بالسلامه عليكم